صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحضر طبق كثير مميز واللي هو دجاج مشوي بصلصه اللبن. هيدي الطريقه بنقدر نحضرها لحتى نشوي الدجاج ان كان بالفرن او ينشوى على الفحم. هيدي التتبيله بتمشي لاثنين، وخاصه اذا انشوت على الفحم كمان بتعطي طعمه كثير مميزه. هلا بدايه اول شيء رح احضر الصلصه اللي هي من المكونات التاليه. عندي ثوم المرهم، يعني اللي عادة توم المشتري من الأسواق اللي بتقدم مع الدجاج المشوي. هيدا دايما أنا بترتكز صلصات الشوي بترتكز على هيدا المكون الأساسي. أول شيء رح حط توم بالجاط لحتى بلش حضر الصلصة بكمية كافية. عندي الزعتر الأخضر البري أو بيقولوا له زعتر الزهرة. هذا الزعتر كتير مميز، خاصة بيعطي نكهة كتير طيبة بقلب التتبيلة، خاصة وقت إضافة عنا عصير الحامض وزيت الزيت النباتي فيها لحتى نحصل على نكهة مميزة. طبعا مشاهدينا مثل ما شايفين المقادير عم تمر قدامكم على الشاشة. هلا إذا ملاحظين أنا وقت عم ضيف الزعتر عم برجع بطحنهم بإيدي لحتى يكونوا قدر الإمكان ناعمين، لأنه هذا النوع من أنواع الزعتر بيكون خشن. ضيفهم بهالطريقة. كمية الزعتر شوي عالية. عفوا مش اوريجانو. لا مش اوريجانو. ممكن استعمال الاوريجانو يعني، لانه كثير هذا الزعتر هذا شبيه للاوريجانو كمان. نعم. حط الملح البهار الابيض، عفوا كمان الملح. رح اضيف البهار الحار والكمون، طبعا مع إضافة عصير الحامض وزيت النباتي. هيك بتكون هيدي الصلصة جاهزة. ضيف عليها اللبن وبرجع بخلطهم كلهم مع بعضهم وبدي تبل فيهم الدجاج. حتى ورجيكم طريقة تقطيع الدجاج اللي هي عادة بنستصعبها بالبيت، خاصة وقتها بده يكون ينشوى على الفحم. رح نحضرها بهيدي الطريقة. كل ما هنالك الفروج بينحط ميلة الصدر على الطاولة اللي عندي، وبالسكينة مثل ما ملاحظين أنا في عندي الظهر تبع الفروج، أنا بقطع بالسكينة بهذا الشكل. مثل ما شايفين انقطعت الدجاج، كمل تقطيعها لحتى يصير معنا أوسع هيدا الشكل. هلا رح ارجع انا اكمل تقطيعها. بهذا الوقت رح ارجع لعندكم هبه ووعد، اكيد بعد شوي رح نرجع نكمل طبقنا بالطريقه اللي لازم نوصل عليها، بنكون حضرنا النقعه لحتى ننقع الفروج فيها. شكرا لك شيف. والان مشاهدينا دعونا ننتقل الى فاصل قصير ونعود بعده لنكمل باقي فقرات صباح النور، لا تذهبوا بعيدا.